المساحات دي المساحات مهمه جدا، وزي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي يعني بيحافظ على لعيبته كمان في بروتوكول على مستوى حتى الاتحاد الافريقي، ان المسحه دي بتتم بجانب المسحه كمان في بعض التطعيمات زي ما احنا شايفين. ضد طبعا ده يعني كل لعيبه الكوره عارفين، حتى اللي لعبوا على المستوى المنتخبات على مستوى الانديه اللي بتلعب على المستوى الافريقي، هذه التطعيمات مهمه جدا جدا بجانب طبعا فيروس كورونا. في الدول الافريقيه يعني بتبقى لازم يكون في تطعيمات خاصه بيها، لكن خلينا نتكلم على المستوى الفني والاداء الاكثر من رائع، نخرج منه شويه وقد ايه كنا سعداء بالنادي الاهلي ب يعني ضربه البدايه لمشواره او مشوار العشره يا اهلي بالفوز 3-0 على المريخ. لكن نروح بقى للمدير الفني موسيماني. النهارده الحقيقه كمان كان في تصريحات مهمه جدا لمستر موسيماني في احد البرامج الاذاعيه في جنوب افريقيا. بعيد خالص عن الفنيات، ما تسألش عن الكورة والفنيات و 4-4-2 ولا 4-2-3-1، الحوار كله كان حوار مجتمعي تقريبا اتكلم فيه عن الحياة في مصر، وقال يعني بيتكلم بقى على أشكال الحياة في مصر، الأكلة المفضلة ليه بالنسبة له، وبيتكلم عن الأشياء إيه الأكلة المفضلة بالنسبة له. كان طبعا أعتقد سندوتش كفتة يعني هو اللي قال كده، لكن خلينا نتكلم عن إن هو مفتقد كمان بعض الشيء الحياة في جنوب أفريقيا. قال ما يفتقده في جنوب أفريقيا المساحة الشخصية للمدير الفني. خلي بالكم الكلام اللي بيقوله موسيماني يمكن مرتبط شويه بالكالتشر بتاع مصر، ومرتبط كمان بحجم وقيمه وكيان النادي الاهلي. ازاي؟ يعني في معظم الدول الاوروبيه حتى لما يكون في احد المدربين المشاهير، ويمكن موسيماني قال كده، مثلا يورجن كلوب لما بيروح مثلا او بيخرج في ليفربول بيبقى عنده مساحه من الشخصيه البرايفسي شويه. في مصر هنا الوضع مختلف، قال ان هو لما بيخرج بيروح احد المطاعم بيكون معاه ناس، يعني مش هيقول بودي جارد لكن ناس بتحرسه شويه، لان عارف ان جماهير النادي الاهلي بالملايين في كل مكان، ومن حب جماهير النادي الاهلي لموسيماني بتروح وتسلم عليه وبتقعد. فخلينا نتكلم على الجزئيه ديت، ان اختلاف الكالتشر واختلاف الكالتشر ما بين ممكن مدرب يستقبله بشكل ايجابي جدا وده اللي بيعمله موسيماني، وفي ممكن مدرب ياخده بشكل سلبي زي ما عمل فايلر. فايلر تقريبا كان عنده نفس المشكله، ان هو بيقول لك انا مش عارف امشي في الشارع. ما انت مش عارف تمشي في الشارع، علشان اولا كالتشر نفسه بتاع مصر مختلف عن سويسرا. انت في هناك حتى لو انت نجم كبير في سويسرا بتطلع الشارع بيدوك مساحه، بيسلم عليك من بعيد، ما بيقربلكش. ده كالتشر ناس يعني ده ثقافتهم. هنا مختلف ليه؟ لانك عندك شعبيه عظيمه جدا جدا، النادي الاهلي شعبيته وجماهيره بالملايين، غير الحب المتبادل ما بين يعني الشعب المصري شعب طيب جدا وحبوب جدا، لما بيشوف موسيماني اكنه شاف رمز من رموز النادي الاهلي اللي بيحبه، فبيجري عليه ويسلم عليه. وده قاله فعلا موسيماني النهارده، ان هو يعني ده اللي مفتقده شويه، هو على الجانب الشخصي شويه، لكن على الجانب الاخر هو سعيد جدا جدا بده، وبالنسبه له كل يوم بيقول انا كل يوم بيمر عليا في مصر حتى لما بخرج او بروح حتى مناطق، كميه الجماهير بتدل ان انا بشتغل في كيان كبير جدا، في نادي يعشقه الملايين، وان يعني اكتر من 70 مليون على كلامه، اكتر من 70 80 مليون بيشجعوا النادي الاهلي. وبالتالي هو كان بيتكلم على البرايفسي، ولكن هو على الجانب الاخر سعيد جدا جدا. وجاب بعض الامثله بقى يا سام، قال لك ما هو مثلا يورجن كلوب مثلا بيخرج في ليفربول ما بتبقاش الامور كده، بيدي امثله تانية مثلا على مايكل جوردن اللاعب طبعا الاسطوره في الباسكت بول في امريكا، لما بيخرج برضو الناس بتحبه جدا، ولكن دي ثقافه شعب شويه، وكمان حب يعني حب جماهير النادي الاهلي للكيان النادي الاهلي. لما بتشوف اي لاعب من النادي الاهلي او مدير فني للنادي الاهلي بطبيعي ان هو بتجري عليه، فده ثقافه شعب. النهارده كان حوار ممتع بجد، موسيماني كان مع احد محطات الاذاعه في جنوب افريقيا، وقد ايه اشاد بالنادي الاهلي، وقد ايه كمان اشاد وفخره انه متواجد في كيان كبير زي النادي الاهلي.